والله اذكر اخوي انا راقد من السرير بجي حجي يقول يبغاني اسمع لابس واسخه دقيقه خلينا نشوف لابس معجب كذا بيسمعني قدام انا ما ادري بس خلاص اخ يوم جيت هنا اول ايام ما كنت البس انا يمكن اول يوم كنا شديد قصدي قبل العيد فصد دراسي ايش طول يوم اول يوم من قبل العيد بعد العيد قمت البس يا اخي ما اعرفك يا اخي غصب اول يوم اول يوم التغييرات 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 ما البس انا حتى مع التغييرات كنت اجي كنت شايل ست جديده هذه حاطه وش احتياط غير اللي بلبس ذي احتياط قلت يمكن يجي شيء ولا شيء البسها تو جديده ان شاء الله يوصل كل يوم كل يوم لا امشي 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 قل امشي اي تفضل قل امشي تفضل اي تفضل كويس عشان اكمل سالفتي المهم يا طول العمر والسلامه كل مالها تنقص واحده واحده ايام عاد كنت شادها وانا انفس انت رايح شاده ترى هذول ما يستحون اوجيه سيك الحواجب سيك الحواجب يعني شوي ايش تبغى نسوي يا ابو يوسف هذا قدح يا ربع قال صالح طف اللمبه صالح يخز قال ماني مطفي اللمبه ويمسك على قاله يحذفه على صالح عوض صالح صفق والله اني ضحكت اقسم بالله نبيها اليوم 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 والله يا فاتك صباح والله تم والله اجتماع الساعه 6 ونص اقسم اسمع اقسم بالله كنت بجيك انا وبجابر بس انا خافض الصوت قلنا خلاص خلنا بدي ليش 6 ونص هلا الساعه 4:30 تكفى سفره في قرب صفقت في الشمس المهم وجه يلا على الفرش على الفرش شوف وزع معك دخلت معه يعرف يعرف ناس يعرف دخلت معه اتوقع فيه ماشي بس خالد يكفي في سالفه قاعد اي اي واجد خليت العيال بعد في حدث صاير بيوسف اسلم ايوه انا ادرس مهم يقال لك اني خبر ما انت سالفتي خوي ها حر يا شغل بعدين ترى بعدين ترى كلمة تكثرت علي اثرت عليك نفسيا انا ترى صرت حساس صرت رهيف الله مبارك والله صرت رهيف والله مبارك والله اني صرت رهيف والله اني مبارك يا وجهي ليه؟ مبارك الحساسية لك حساس والله ماني 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 بحساسي حساسي شوف الحساس الوحيد هنا بالبرنامج هو عبد الرحمن العزيزي بس نعم الباقيين كلهم مثل الجدر هذا ما يحسون ولا فهد القيس والله ما لا والله انك مو مثل الجدر اسمع رجع محلق ب 60 ريال شوف بكم؟ 60 شو طالع بي؟ والله يا رجل 3 ريال وكثيره الله اللي يوفقك من المحلقه تقين علي ولا شوف من المحلقه يا صالح زين عند حلاق عسيري حلقه ب 60 حلو عسيري حلق بكم؟ 30 تحلق عسير 30 سبحان الله رجعت درو العسيري محلق لكن انا ما درو والله انت مصدق بس تدري ليه تدري ليه؟ ايه؟ اني حلقت ولا لو ان على حسابي والله ما تهيأ لكن حسابي صار نشفت فيها وش الحلاق هذا ب 60 يا طلعنا منه تم يعني بوفيه يعني في والي صالح اللي فيه لبل بي مو معي ايوه يعني الله يعينك تنشى ريال هذا البجح اللي يقول ناس يبوك قال اسمع قال ايه قال تم بشر بس شعب يقول بشر بس شعب المهم شبكه ما معنى شبكه على البرك وندور 45 دقيقه مدري ساعه ايش يلا طحنا في حلاق 45 دقيقه في الرياض تروح حلاق اي والله ما معهم جوجل ماب ما يحتاج اللوحات تعرف انت الشارع الرئيسي شارع ما نعرف احنا ما نعرف هذول جاي هذول جاي نعرف الشارع العام شارع المطرف اللي جاي من تربوي جاي من رجعان انت خاسر عسير يعني لا عيوني انت المهم يطول عمره والسلامه المهم يطول عمره والسلامه يلا يا عيال يلا 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 المهم يطول عمره والسلامه ونطلع ندخل الحلاق ايه والحلاق قول يوم دخلنا يطول عمره راح نحلق يا ود يا جعان ابو صالح شيء قاعد زف من هنا حط الموس على حط الرغوه يوم حط الموس ضمنت انه خلاص ما عاد مديه محمد مكمل الحلاق هذا طبق احنا من ربعك لو تشوف وجهي وجع والله هلا بي الله يرحم والديك انك دعيتني يوم ابو يوسف صالح تعال صالح وين هنا معجب لا صالح قاعد اكتك خلاص بسم الله حي اسمع دقيقه قبل لا احد ياكل
تدرون اخر مره سوى قاعده قاعد بي عاش متى طلع اليوم الثاني الليله اللي قبل خروجه والله انطلع فيرجع علينا بكبسه والله العظيم انطلعت دخليت كبسه اقسم بالله والله بالعاده اصور بسناب راجع راجع ان شاء الله ولا عاد راجع سمي يا بغال لا لا سمو ادعوا له انه ما يطلع لا تسمي ما اجيب لا انت لا والله احترمك الله يعافيك لا مستحي انت لا والله احترمك قد حلالي وحلالك والله يجعلني في دوجك يا حبيبي لا تسمي دامك تحترمني وتقول لي لا تسمي يوم هنا قدام على خلاص هي سنه لا بس هو على جديد اول برنامج انهم ادمنهم والله يرحم شايب اشهد انه خلف ما ادري شنو يا رب تشهدينا والربع كله سلق بالضبط بس يا اخي انا مستغرب ليش ما هربت جوا انا جاي اشوفك انا بعترف لكم وفهد معي ما يدري عني تخبروني يوم كنا نهرب جاي في برنامج انا سلمان ملاحي على موت سلمان يوم فهد دخل الموت انا ما ادري ولا كم بلغت عليكم انا ما ادري طالعنا الطريق اترك مسحيه لا يوم فهد قفل على سلمان قال دخل موترك حلو جوالي وين كان كان موتر سلمان كنت لما جيت بدخل خليه موتر سلمان ودخلوا الموتر وقفوه هني جنب تطلع من الباب على اليسار يوم جاء الساعة وحدة بالليل والده بجوال في بث وازرق وطلع هناك طالع الساحة فاضي فتح السيارة اخذ الجوال حطه بجيبي وعود دور قاعد معي الجوال لين طلعت طب سؤال ليه ما تعلمنا وقتها اي والله المكتوب اعلمكم ليه ما اثق بحد اول اسبوع بالبرنامج اثق صفر شفت اللي صار مع عياش روح فوق الجوال هني تبيني اثق بعدين اول اسبوع كنا واجد اي واجد يا ولد ما هو شوي كنت ما داني فادر وقيش الله يبيض اسمع الله يبيض الله يبيض الله يبيض وجه نادر يا رجال من بدايه البرنامج وجواله من يد نشيط بيد نشيط ما خلاه هاي جاي يقول لي جوال يوم برا الله يبيض وجهك والله هذا من طيبك تعال دقيقة فضحته جاني برا قال خالد ابي جوال ضروري ومعك جوال ليه؟ لا معه متى كرم بيتك؟ يوم تجيني بكلم امي يوم اعطيك الكشاف اللي داسه بالبقالة اللي هناك خبر انتم ما اجي هذيك قبل ادخل جوالي ها برنامج جوالي ما انتهى انا ما نافس ايش فيكم يا عيال جميل وين؟ تقول لك كنت مداني رجال والله في هذا القياس بداية برنامج يا ما فتاه والله اني بدني والله انا كنت امشي على الارض كنت امشي على تبي نفس الشعور والله هادي اصدمكم اي هين هادي عقب اقسم بالله يا هادي يا ما فتاه عقبك في الروم مدني والله اني مدني لدرجه ساكنين بنفس الفندق هني يسالني ايام المقابله قال انت وين ساكن؟ يبين نسكن سوا قلت بمشي للحفظ انا اليوم واروح الفندق يوم جيت برقد الا هادي قدامي واعطيه اشكال فتار كله ما قعدت معه الاخر يوم فتار يوم جينا القريه يوم جينا اول يوم رقدنا